استاذ محمود خليني ابدا مع حضرتك، ودايما خلينا نتكلم عن المنتخب، لانه المنتخب الحقيقه بكره مباراه مهمه جدا ان شاء الله، يعني يستطيع منتخبنا مهمه، لانه ممكن جدا يحصل اي حاجه في التصنيف، محدش عارف مستقبلا يعني ايه اللي ممكن يحصل، وبالتالي هي مهمه. هل ممكن يلعب بتشكيل اللي هو بيلعب بيه دايما خلال الفتره الاخيره؟ هل من وجهه نظرك ان هو يغير في تشكيل كارلوس كيروش؟ ايه اللي من وجهه نظرك ممكن يحصل؟ يحتفظ باللاعبين اللي هو عايز يخليهم عندهم انذار، ما ياخدوش الانذار الثاني عشان المباراه الاخيره؟ راي حضرتك. اخد انا من كلامك من الجزئيه الاخيره دي اللي هي جزئيه الانذار الثاني، لانه انت عندك اكتر من لاعب برضو لازم يبقى تاخد الحيطه والحذر، لان عندك مباراتين فاصلتين نحو انتزاع بطاقه التاهل لمونديال قطر 2022. لما يبقى عندك النني انذار، لما يبقى عندك غياب اكرم توفيق، لما يبقى عندك ابو الفتوح لما يعني، وعوده الونش كان غايب عن المباراه برضه بسبب الـ بس خلاص يعني ممكن خلاص يعني انت ايه اكيد هو يبقى يعني، رغم ان احنا نقول ان المباراه تحصيل حاصل، لكن انت لابد انك انت عندك فرصه قويه جدا. أيوة. انك انت في ناس مثلا ما شفتهاش هتشوفها في المباراه واقفه على رجليها ولا لا، في مسافه كبيره جدا حتى مارس المقبل ان شاء الله فيها كاس امم افريقيا وفيها كاس عرب، فرصه. لكن برضو لما تنهي في المجموعه ب 13 نقطه وضع مختلف، ما تضمنش القرعه هيبقى عامل شكل، ما تضمنش المفاجات بكره في اللي انت شايفه ده. البرتغال دخلت في لا يعني النهارده ايطاليا من شويه برضه، انا بكلمك اهو يعني ايه الكوره هي دي الكوره. فاعتقد ان هو هيبقى حساباته هو هل هنشوف قفشه يظهر في المباراه ولا لا، يعني التشكيله هتبقى طريقه اللعب نفسها مش مختلفه. اعتقد المباراه بتلعبها في وقت العصر برضو من الحاجات اللي ايه انت برضو بعض الحاجات بتبقى محتاج انك انت تتعود عليها برضو. أيوة. لانه افريقيا بعد يعني تطورت نوعا ما للعب مساء، ما كانش الكلام ده موجود، لكن بعض الدول بتحب تلعب مبارياتها العصر. هو كله بيلعب العصر عشان بكره الجوله الاخيره، رغم انه هي مباراه تحصيل حاصل من وجهه نظر، وكنت اتمنى انها تتقام في وقت ايه طبيعي، لانه ليبيا وانجولا ما عندهمش يعني الحسابات ولا حد عنده المعقدة يعني. لكن خلاص انت بتلتزم بتعليمات ايه الاتحاد الدولي. مباراه الوقوف على مستوى البدلاء لبعض العناصر اللي هي اساسيه لكن موجوده بيستخدمها المدير الفني لاطمئنان على الحاله. اولا كمان ظهور جمهور الكره المصريه 5000 مشجع، خطوه مهمه جدا على عوده الاكثر. اكيد في مباراه الحسم هيبقى الوضع الجمهور افضل من كده بكتير، يعني تبقى في حسابات ان شاء الله مختلفه، خاصه انه اذا يعني ظل المنتخب في التصنيف الثاني هتبقى المباراه الاولى هنا، ومباراه العوده هتبقى خارج الديار. ولو حصلت المفاجآت، واعتقد انه الامر مش سهل زي ما الناس معتقده، انه مثلا لا الجزائر وضعها طبعا المنتخب ما خسرش